نحن الآن في أهم مركز ترفيهي وسط محافظة الديوانية، حيث الهدوء والصمت عم المكان، وهو خالي تماما من الأسر الديوانية، وهو يأتي كإجراء احترازي للوقاية ضد فيروس كورونا. لا وجود للناس ولا تشغيل للألعاب، والاستجابة بدت واضحة في غلق هذا المكان الترفيهي الأهم في الديوانية أمام ما يرتاده بناء على ما قررته خلية الأزمة في المحافظة وتأكيد تنفيذها من قبل المعنيين. بالنسبة لتوجيهات مواد خصم مديرية شرطة محافظة الديوانية اللي نتجت عن خلية الأزمة، هي غلق الكوفيات اللي موجودة داخل المحافظة لمدة 7 أيام. أيضا هي حالة وقائية وتم العمل بها، أيضا المرافق الترفيهية لحين التأكد يعني وإجراء المسح على كافة المحافظة. حسب تبليغات الصادرة من قبل خلية الأزمة 7 أيام. ممنوع أي واحد يدخل؟ ممنوع أي أحد يدخل لحين إتمام قرار خلية الأزمة. شو ما تعاملتوا العوالي اللي هي ما تعاملنا وياهم بكل سلاسة وبكل قصدي قلتوا لهم مثلا من جوكم. قلنا لهم حسب التعليمات خلية الأزمة تم غلق المدينة تحسبا من مرض كورونا. هناك من رحب بفكرة الغلق ولمدة 7 أيام تجنبا لأي عوامل تساعد في انتشار المرض، مؤكدين رغبتهم فعلا في تقديم المساعدة بشأن ذلك. الأماكن الترفيه يقول لك أنا قليلة مدينة الديوانية، إذا العوالي وين تروح؟ بعد خلي الناس يعني فترة يعني قصيرة تبقى تحافظ على الوضع، يعني منها إلى أن يصير الوضع زين مو مشكلة. يعني شنو المشكلة إذا تبقى العوائل يعني محافظة على أطفالها، محافظة على بيوتها، تحقم البيت. والمقاهي هي أيضا بقيت أسيرة الظلام والأعداد للشاي العراقي الذي اعتاده عشاقه يوميا في ساعة الليل الطويلة. لكن ما سبب تذمر البعض من أصحاب المقاهي هو حديثهم بأن الأمر لم يشمل الجميع، وهناك من فتح المقهى الخاص به ويمارس عمله بشكل طبيعي. جيت العصر بسطت، جونا جماعة من الشرطة قالوا تعزل على موت هذا الفيروس مال كورونا مال عزلنا، بس اكو جماعة مبسطين هسه الشرطة واقفين هم ما يحاكوه، يعني واحد يعزل واحد ما يعزل ما ادري ليش. هو الأمر يشمل الكل؟ هو اللي أنا هسه إذا تعزل كلها عزل عادي ما ضوج، يوم يومين ثلاثة أتحمله، مصلحة الجميع أتحمله، عرفت؟ بس مو واحد واحد. وفعلا رصدنا بعضا منهم، فوجدنا منهم من كان طبيعي في ممارسته للعمل، ومنهم ما حاول إقناعنا بأنه فتح بابه لزبائنه المعتادين فقط. أنت اليوم شنو اختصر عملك؟ بس سفر تبيع؟ نعم. سفري؟ سفري جوا حسب الرغبة، بس أنا أفضل السفر أحسن للاستعمال. زين هسه تمخلي أكو زبائن جوا جاي هسه. دول يعتبرون مقربين له. وبين من ينفذ القرار ومن يخالف، يؤكد الجهاز الأمني بأنهم يوجهوا إنذارا وتنبيه، وأن تكررت فلا بد أن يكون للقانون كلمة الفصل. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.